نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدي بالاشتقاقات الخاصة بالفصل الثالث. عندنا تقريبا 8 اشتقاقات موجودة بالفصل الثالث، كلها ما جايبها من جيبي. من جايبها لك؟ من الكتاب. تمام؟ يلا هسه اكو بيهن وزاريات، اكو بيهن يعني جايات مرتين بالوزاري اكثر. واضح؟ خاف واحد يقول لك انا قايلها قبل واعيدها مره ثانيه. خاف واحد يقول لك الاشتقاقات ما تجي بالدور الاول، يقول له راجع 2015 دور اول، راجع 2017 دور اول، جاي اشتقاقين بالدور الاول، واحد عليه خمسه وواحد عليه خمسه، يعني علينا 10. تمام؟ يعني هاي نادرا ما تجي اشتقاقين، هو اشتقاق واحد يجي دائما، يجي اشتقاق، هاي نادر يجي اشتقاقين بالدور الاول. تمام؟ يعني اكو بعض السنين ايضا بالدور الاول جايه اشتقاقات بالدور الاول، فلذلك الاشتقاقات تجي دور اول، تجي دور ثاني، تجي دور ثالث. انا اريد 100، لازم كل شيء قاري واروح. تمام؟ يلا هسه راح ابدي بالاشتقاقات. باوع انتبه لي شويه هنا. اثبت ان القدره المتوسطه تساوي، باوع اثبت ان القدره المتوسطه تساوي نصف القدره العظمى، نصف البي ماكس. هاي احنا نعرفها، احنا نعرف البي افريج تساوي نصف بي ماكس بالمقاومه صرف، صح لو لا؟ البي افريج تساوي شنو؟ نصف بي ماكس. هاي احنا نعرفها، بس يقول لك اثبت هذا الشيء، اثبت ذلك. زين اني باوع اي اشتقاق اريد اشتقه، شويه ركزوا لي بهذين الكلمات، اي اشتقاق اريد اشتقه وياي لازم عندي نقطه مضيئه احافظها وابدي من عدم الاشتقاق، لان انا مو عالم فيزياء بحيث انا اقعد استنتج مني قوانين وادمج بين القوانين واطلع شنو، انا دا اتعلم فيزياء. تمام وياي؟ فاي اشتقاق اشتقه، اي اشتقاق اريد اشتقه لازم عندي فد نقطه مضيئه تكون هي مفتاح الحل، بحيث بس اكتبها اتذكر كل الاشتقاق. واضح؟ انا ما اقول لك احفظ الاشتقاق، انا ايش اقول لك؟ افهم الاشتقاق بس تحفظ فد نقطه تدليك على الاشتقاق. واضح؟ فكل اشتقاق راح اعطيك احتمال نقطه مضيئه او نقطتين مضيئه. تمام؟ من هاي النقاط المضيئه اللي تضوي لك كل الاشتقاق. تمام؟ فراح ابلش هسه بالاشتقاق الحل. راح احاول افهمك بس انتبه لي النقطه المضيئه شلون اجتني. انت تريد تشتق قدره، صح؟ فلازم تبلش بنقطه مضيئه بها قدره، صح لو لا؟ فراح ابلش بالنقطه المضيئه اللي بها قدره، البي تساوي لنا اي في ار، اي تربيع في ار، او اي في في، اي قانون تستخدمه ماكو اشكال عادي. واضح؟ بس انا جبت لك فشي اللي هو موجود عندك بالكتاب. تمام؟ فاي تربيع في ار. زين هي القدره المتوسطه تساوي نصف القدره العظمى، هاي وين موجوده؟ بالمقاومه، صح لو لا؟ هذا الحكي وين موجود؟ بالمقاومه. يلا اذا عندك هاي النقطه المضيئه، هاي هي النقطه المضيئه راح تمشي بيها حل مالتك. ها؟ زين وياي اريدك اعطيني قانون باوع هذا الاي تربيع في ار، اعطيني معادله التيار اي ماكس، صح لو لا؟ اي ماكس ساين شنو؟ اوميجا تي. اي ماكس ساين اوميجا تي، انت شو تريد تطلع؟ البي افرج. واضح؟ شو تريد تطلع؟ البي افرج. زين توزع التربيع اي ماكس ساين اوميجا تي بدال الاي ار، انت تعرف قانون الاي ار، اي ماكس ساين شنو؟ اوميجا تي. زين انت شو تسوي؟ ايش راح تسوي؟ راح توزع التربيع عليهم، على التيار وعلى اليمن على الساين، راح يصير عندك البي افريج يساوي لنا اي ماكس تربيع في ساين تربيع اوميجا تي في شنو؟ في ار. ها باوع اريدك وياي، باوع انت ميلي الساين، خل اعطيك عليها ملاحظه. ساين تربيع
الساين تربيع ترى قيمته هي نفس قيمة الكوساين. لدورة كاملة قيمة الكوساين واحد، يعني كوساين باوع. الساين تربيع، الساين تربيع، يا هو تربيع، بس تبي لي يا هو، هو نفس الكوساين، قيمته تشبه قيمة منه كوساين. واضح؟ هذا مو بس ساين، هذا ساين تربيع. الساين تربيع هو نفس قيمة شنو؟ زين الكوساين أو قيمته ايش قد هو اللي دورة كاملة؟ واحد. زين أنا أريد المتوسط، أريد شنو؟ يعني متوسط الواحد، يعني نص الواحد، واحد على اثنين. واضح؟ إذن قيمة الساين تربيع هي ايش قد؟ نص. أعيد مرة ثانية، واضح؟ ساين تربيع من هو؟ ساين تربيع، خلي اكتبه هنا تربيع، هو نفس الشيء ماكو اشكال. ساين تربيع لدوره كامله 2 باي ايش قد؟ واحد. راح يقول لي واحد مو ساين، ساين 300، ساين 360 صفر. اقول لك لا، اقول لك هذا مو ساين، هذا ساين منه، ساين تربيع. ساين تربيع هو نفسه قيمه الكوساين، ينطق قيمه منه الكوساين. زين لدوره كامله، لدوره كامله ايش قد؟ واحد. زين انا اريد المتوسط مالته، يعني المتوسط مالته ايش قد؟ نص. تمام، متوسط مالته ايش قد؟ يعني قسمه على اثنين، المتوسط مالته نص. فلذلك بدال الساين تربيع ايش راح اكتب؟ نص. البي افرج يساوي لنا بدال الساين تربيع ايش راح اكتب؟ نص اي تربيع ماكس ار. اذا البي افرج يساوي لنا نص، نزلت اي، الاي تربيع في ار، هذا مو البير صح لو لا؟ الاي تربيع في ار، هذا مو قانون القدره لو لا؟ يا قدره ما طوله ماكس، اذا ايش احط؟ هذا انتهى الاشتقاق. واضح؟ اذا انتهى الاشتقاق. اعيد مره ثانيه، ركز وياها، راح ادلك الخطوات. بالبدايه تكتب نقطه مضيئه حتى تمشي عليها الحل. هاي النقطه المضيئه مالتك، انت شو تريد تشتق؟ قدره. اذا لازم نجيب قانون للقدره، قانون نقطه مضيئه لمن؟ للقدرة. فقانون نقطة مضيئة لمن؟ للقدرة، صح لو لا؟ جبت قانون نقطة مضيئة للقدرة، بدال الاي ار كتبت المعادلة مالته، وزعت التربيع، عندك ملاحظة الساين تربيع نص، المتوسط مال الساين تربيع ايش قد؟ نص. زين هسه بدال هذا هو الاي تربيع في ار، هو قانون القدرة، يا قدرة قدرة الماكس. اذا ثبتت بانه نصف القدرة المتوسطة تساوي نصف القدرة العظمى. القدرة المتوسطة تساوي شنو؟ نصف القدرة العظمى. باعوا السمرة الثانية، باعوا شوية، راح أدمج وياه اشتقاق ثاني. هسه من أقول لك باوع، باوع بس شوية على مود ما أرجع مرة ثانية، بس أريدكم مفتحين. من أقول لك اثبت إن القدرة المتوسطة تساوي نصف القدرة العظمى، من اقول لك اثبت ان البي افرج تساوي نصف البي ماكس، هذا الاشتقاق مالتك لهنا انتهى. الاشتقاق لهنا شنو؟ انتهى. بعد هذا هو زين شو اقول لك؟ زين اذا قلت لك اشتق، اشتق علاقه الاي افكت، اشتق علاقه شنو؟ الاي افكت. إذا قلت لك اشتق علاقة منه الاي افكت، أو اثبت، اثبت أن التيار المؤثر يساوي واحد على جذر اثنين أو أو بوين سبعة صفر سبعة من التيار الأعظم. المهم اشتق علاقة التيار المؤثر، اشتق شنو؟ علاقة التيار المؤثر الاي افكت، اريدك تشتقه، ركز وياي شوية. تعيد نفس الاشتقاق مال القدرة المتوسطة وتكمل عليه. وياي؟ تعيد نفس الاشتقاق مال القدرة المتوسطة وتكمل عليه، باوع. انتبه لي، راح اعيد مرة ثانية، انتبه لي. من هنا لهنا هاي إذا أقول لك اثبت، اثبت شنو؟ إنه القدرة المتوسطة تساوي نصف شنو؟ القدرة العظمى.
هذا الاشتقاق هنا خلاص. اذا قال لك لا والله اشتق لي الاي افكت، اشتق شنو؟ اشتق الاي افكت. زين، تعطي هذا كله مال القدره المتوسطه وتكمل وياه. زين، هسه هنا انا خلصت، انا ثبتت البي افرج تساوي نصف بي ماكس، تمام. هسه اريد اشتق الاي افكت، البي دي سي تساوي لنا البي افرج. البي يعني من هو القدره مال التيار المستمر تساوي منو؟ هاي نقطه مضيه حتى تشتق الاي افكت، هاي النقطه المضيئه حتى تشتق منو؟ الاي افكت. هسه اشتقت البي افرج صح، هسه راح تبدي تشتق الاي افكت. البي دي سي تساوي لنا البي افرج ايش قد؟ نصف بي ماكس. اكتب القانون صديقي، اكتب القانون صديقي. واحد يقول ليش ما اكتب صديق؟ صديقي باوع، هو تريد تشتق شنو؟ تيار لو فولتيه، تيار. اذا نجيب قانون بي بس تيار، تمام. يلا هسه شنو هذا؟ اي تربيع في ار يساوي لنا نصف اي تربيع في ار. بس هذا من هو يا اي؟ الاي دي سي. وهذا يا اي؟ هذا الاي الماكس. عندك ار هنا وعندك ار هنا، راح اقسم على اليمن على ار حتى الار ايش بيها تروح. اريد اشوف ايش بقى عندي. اي دي سي تربيع يساوي لنا نصف اي ماكس تربيع. زين، لازم تتخلص من مين؟ من التربيع. شو تقول له؟ بجذر الطرفين. هذا يروح ويا هذا، شو يبقى عندك؟ اي دي سي يساوي لنا جذر الواحد واحد، جذر الاثنين جذر اثنين. هذا يروح ويا هذا، شو يبقى؟ اي ماكس. هذا اشتقاق سهل ما بي شيء، واضح؟ زين، باوع انتبه لي. من التعريف، باوع من شنو؟ التعريف، ذكر وياي التعريف مال من؟ مال اي افكت. هو التيار المتناوب، التيار المتناوب الذي يساوي التيار المستمر الاي افكت، مو صح ولا لا؟ هو التيار من هو؟ المتناوب الذي يساوي التيار المستمر. يعني الاي افكت هو نفس الاي دي سي صح؟ يعني اقدر بدال الاي دي سي شو اكتب؟ اي افكت واحد على جذر اثنين اي ماكس، انتهى الاشتقاق. واضح؟ تريد بدال الواحد على جذر اثنين تكتب او بوي 7.07 كيفك. تريد تعوفه كيفك. واضح هذا الحكي؟ اذا باوع، اذا قال لك اشتق، بس اذا قال لك اثبت ان القدره المتوسطه تساوي نصف القدره العظمى لهنا انتهت. زين، اذا قال لك اشتق الاي افكت لازم تعطي اشتقاقين، مال من؟ مال المتوسطه، ومال من؟ ومال الاي دي سي. واضح؟ اعيد مره ثانيه الاي دي سي، مطمئنيت، ركز وياي. هسه البي افرج مفتهميها، بس كتبت القانون صديقه وعوضت من وين؟ او عوضت المعادله مالته، انتهى الاشتغال، ما عندك شيء بعد. واضح؟ بس تكتب القانون وتعوض معادله التيار، كل شيء ما عندك. هذا القانون مال من؟ هذا الاشتقاق مال بي افرج. زين، اريد هسه الاشتقاق مال من؟ مال الاي افكت. زين، نفس الاشتقاق مال بي افرج وزيد وياه الاي دي سي، الاي افكت، تمام؟ شو تقول له؟ تقول له البي دي سي، هاي النقطة المضيئة، يساوي لنا البي افرج. بس هنا انا عادة ما اخرب هنا ليفر صار. هاي ساين ساين تربيع مرتين. ايه بس عادة اقدم الكسر يعني اخليه يصفر. ايه عادي ماكو اشكال، بس احنا شيء مرتب ياك شيء مرتب عود. عود الرقم منه والمتغيرات منه. ايه لا لا عادي، عملية ضرب بيناتهم. واضح؟ يلا. هسه ركز وياها شوي. البي دي سي يساوي لنا البي افرج، انا مشتقها ايش قد؟ نصف بي ماكس. هسه تكتب القانون من هو؟ صديقي صح؟ اكتب صديقي. يلا
بدال شكو قدرة تكتب له قانون صديقي بي اي دي سي في ار يساوي لنا نصف تنزل بدال القدرة تكتب صديقي اي تربيع ماكس في ار لقيت هنا ار وهنا ار راح تقسم على اليمن على ار فراحت الار ايش بقى عندك اي دي سي تربيع يساوي لنا نصف اي ماكس تربيع زين انت هنا لازم تتخلص من التربيع لان انت تريد التيار بدون التربيع فلازم شو تقول له بجذر الطرفين تقول له هنا بجذر شنو الطرفين اذا باوع شنو اشتقاقك كتبت القانون صديقي كتبت النقطه المضيئه اللي تحافظها كتبت القانون صديقي وياي خلصت من الار خلصت من الجذر بقى عندك هنا الاي دي سي تساوي لنا 1 على جذر 2 اي ماكس واضح زين انا ما اريد الاي دي سي انا شريت الاي افكت مو هي الاي دي سي هي نفسها من هي الاي افكت يا بشلون ارجع لي للتعريف التعريف شو يقول لك يقول لك هو التيار الاي افكت هو التيار المتناوب الذي يساوي التيار المستمر والذي لو انساب خلال مقاومة معينة فإن له تأثير حراري مشابه للتأثير الحراري للتيار المتناوب لو انساب في نفس المقاومة ونفس الفترة الزمنية وسوينا عليه مخطط احنا بوقتها زين فهنا فشو يقول لك من التعريف من شنو التعريف هو التيار المتناوب اي الذي يساوي الذي باوع الذي شنو يساوي التيار المستمر يعني الاي افكت هو نفس الاي دي سي يعني بدال الاي دي سي شكتب اي افكت يساوي هاد عفوه او تكتبه 0.707 بكيفك اي ماكس اذا هذا اشتقاق خلاص مالتنا تعيد بعد نوم مفتهمين يلا هسه هنا ايش كم اشتقاق صار عندك 2 تمام ايش كم اشتقاق 2 يعني اشتقاق الاول اذا طلب من عندك بس هذا اشتقاق الثاني اذا طلب من عندك الاي افكت هذا كله تكتبه واضح اي عادي ماكو اشكال انت من يمك بعد تسوي من هنا علم ماخذتها اي لا علم ماخذتها زين اثبت او اشتق هسه بعدين افهمك عليه باعوا بالمناسبه الملزمه اكو طبعات موجود بيها بس هاي مو جايه واكو طبعات موجود بيها هاي كلها جماعه الطبعات الموجوده بس هاي بيها انتو زيدوا لها هاي بعد كتبوها وياها تمام حسب الطبعه اكو طبعات موجود بيها بس هذا الحكي واكو طبعات موجود بيها هذا كلها تمام فاللي ما عندهم هاي بالبدايه خلي كتبوها بالملزمه موجودة بداية الملزمة يمكن ما صفحة اي يعني بداية الملزمة يلا هسه اشتاق او اثبت وحدة رادة الحث واثبت وحدة رادة السعة احنا نعرف وحدة رادة الحث اوم صح ووحدة رادة السعة ايضا شنو اوم الوحدة اوم نعرفها بس يقول لك اثبت ذلك شنو قانون رادة الحث يلا وياي بالحل شنو قانون رادة الحث؟ هو 2 باي اف شنو؟ ال من هذا القانون راح اشتق الوحدات ليش تروح على اوميجا ال والاوميجا ال تشتقها مرة ثانية وتروح لا هذا قبل مباشرة احسن لك هذا القانون تمام؟ فمن هنا راح اشتق وحدة رادة الحث ركز وياي شوف انتبه لي شنو وحدات التردد؟ هرتز صح؟ شنو وحدات التردد؟ هرتز زين شنو وحدات معامل الحث الذاتي هنري تمام وحدات معامل الحث الذاتي شنو هنري زين الهرتز انت ماخذه بالخامس علمي الهرتز هو نفسه واحد على اليمن على سكند حطها ملاحظه اذا ما تعرفها الهرتز هو نفسه واحد على اليمن لان هو التردد هو قانون التردد التردد شنو قانونه هو واحد على الزمن واضح مقلوب الزمن فهذا هو قانون التردد فلذلك الهرتز هو واحد على سكند الهرتز هو واحد على اليمن على سكند الهنري
ما أخذه أنت تعريفه، مو شنو تعريف الهنري؟ هو النسبة بين من؟ بين القوة الدافعة الكهربائية المحتفة، مو صح؟ معامل الحث الذاتي هو النسبة بين القوة الدافعة الكهربائية المحتفة إلى المعدل الزمني لتغير بالتيار، صح لو لا؟ فهذا شنو الوحدات مالته؟ فولت. والتيار شنو الوحدات مالته؟ أمبير. وهذا شنو الوحدات مالته؟ سكند. فراح بدال الهنري أكتب فولت على أمبير على سكند، فولت أمبير على يمن على سكند. مقام المقام شو صعد؟ بسط. شو راح يصير؟ واحد على سكند في فولت في سكند على أمبير. السكند ويا السكند يروح، شو بقى عندك؟ فولت على أمبير. الفولت على أمبير من هو؟ أوم. مقارن أوم يقول فولتي على التيار، صح لو لا؟ قانون أوم هو فولتي على يمن على التيار، فالفولت على أمبير هو من هو؟ أوم. فثبتت وحدة رادة الحث. واحد شي يقول لي، يقول لي زين أنا نسيت المعامل، هو مفروض ما تنسى لأن أنت عندك امتحان شامل وزاري، تمام؟ بس واحد يقول لا أنا دا امتحن بس الفصل الثالث بالمدرسة ونسيته، نسيت الهن، شو أسوي؟ باو. تبدي من الأخير، تبدي مين؟ من الأخير. شون يعني؟ باو. واحد على سكند. هذا تعرفه. نسيت الهناري، الهناري نسيته طار من بالك، موجود بالفصل الثاني وتجات انت بس فصل الثالث، تمام؟ مثلا نفرض هيك شيء نسيته، تبدي من الاخير. باوع. انت شو تريد؟ انت مو تريد تطلع الوحدات شنو؟ اوم. مو جاي؟ الاوم هو فولت على اليمن على امبير، صح لو لا؟ اذا هنا هو فولت على امبير، بس لازم ايش تتخلص؟ شو تحط فوق حتى تختصر السكند ويا من؟ فخاف تنساها، تبدي من الاخير ترجع، تمام وياي؟ فخاف تنساها، انت شو تريد؟ اوم. الاوم هو فولت على يمن على امبير، واضح؟ فولت على امبير، بس لازم شو تخلص من السكند؟ شلون تخلص من السكند؟ هالسكند فوق حتى اختصر السكند يتجول، فيروح السكند. هذا اللي ينساها، تمام؟ فكتبت القانون هيرتز وهنري، يباكم ذني مهمات اثنيناتهم، هيرتز وبعد هنري. هيرتز هو واحد على سكند، هنري هو فولت على امبير على سكند، واضح؟ هنا مقام المقام صعد بسط وينتهي الاشتقاق مالتنا. هذا اني لازم تتذكرينه بهذا الاشتقاق. نجي اثبت وحده دراده السعه، نفس القانون. ابو الاف اكس سي يساوي لنا واحد على اثنين باي الاف في السي، يلا وياي ويساوي لنا واحد على الاثنين باي، ما بيها وحدات، رقم اعتيادي. الاف بيه وحدات، شنو الوحدات مال الاف؟ هيرتز. في الساعة شنو الوحدات مالتها؟ فاراد. الساعة الوحدات مالتها شنو؟ فاراد. فصل الأول ويساوي لنا زين الهيرتز هو شنو؟ واحد على اليمن على سكند. هيرتز هو واحد على اليمن على سكند. زين الفاراد، فاراد الشحنة على فرق الجهد، كولوم على اليمن على فولت، مو الساعة شو يساوي لنا؟ مو الشحنة على فرق الجهد، مو صح لو لا؟ فالفاراد تساوي الشحنة كولوم على فرق الجهد فولت. مقام المقام ايش يصعد؟ بسط. مقام المقام ايش يصعد؟ بسط. ويساوي لنا سكند في فولت على كولوم، سكند في فولت على اليمن على كولوم، زين. ويساوي لنا سكند في فولت على اليمن على كولوم. كولوم من هو؟ الكولوم هو امبير في سكند. امبير في سكند. زين شلون عرفت امبير في سكند؟ ناطياك بالاشتقاق مال الفارات بالفصل الاول، واضح؟ باشتقاق الفارات بالفصل الاول ناطيك قايل لك الكولوم هو امبير في شنو؟ او اذكرك بها مره ثانيه. باوع لي هنا التيار شو يساوي لنا؟ الشحنة على اليمن على الزمن، صح؟ فهذا منو؟ أمبير. الشحنة كولوم. هذا منو؟
سكند. فايش راح اسوي؟ وسطين بطرفين، راح يصير كولوم يساوي امبير في شنو؟ في سكند. فالسكند راح ويا من؟ ويا السكند. بقى لك فولت على امبير، هذا من هو؟ اوم. الفولت على امبير هذا اوم. مثلا يا باني نسيتها، انا نسيت الكولوم، ما ادري نسيتها فصل اول، نسيت الكولوم سهله، نفس الشيء. تعال من الاخير وياي، تعال من الاخير وياي، انت ايش رايد؟ اوم صح؟ انت ايش رايد؟ اوم. الاوم، الاوم هو فولت، فولت على اليمن على امبير صح؟ الاوم هو من وين؟ هو فولت على اليمن على امبير. فلازم تتخلص من السكند، تحط شنو؟ فشوف صارت امبير في سكند بدون ما تعرفها، بدون ما تحفظها، تمام؟ فانت تجي من الاخير تقول انا اريد اوم، الاوم هو فولت على اليمن على امبير، الاوم هو فولت على اليمن على امبير. فلازم تخلص من السكند الفوق احط جوه، فتختصر تروح، فتبقى فولت على امبير يساوي اوم. ها يعني خاف تنسوها الكولوم، انتوا عندكم حل شلون تتصرفون وياها. هاي بالنسبه للاشتقاق الرابع. نجي للاشتقاق الخامس. اشتق علاقه عامل النوعيه الكيو اف. انا اعرف عامل النوعيه الكيو اف شو يساوي لنا؟ يساوي لنا التردد الزاوي الرنيني الى نطاق التردد الزاوي. من هذا القانون راح اشتق هذا القانون اللي هو كيو اف يساوي 1 على ار جذر ال على اليمن على سي. اقول لك اشتق علاقه عامل النوعيه، اشتق هاي، واضح؟ ايش راح اسوي هسه؟ راح ابدا اشتق. بس ترى هذا الاشتقاق ما يسمى اشتقاق، بس تكتب قوانين كل شيء ما عندك وتكون الحافظين. ركز لي شويه وياي. الاوميجا ار منو هي؟ الاوميجا ار شنو قانونها؟ واحد على جذر ال سي، صح لو لا؟ الدلتا اوميجا شنو قانونها؟ ار على ال، مو يجي ساعه اخذناها اسئله على ما يعتمد، مو الدلتا اوميجا شنو هي؟ ار على اليمن على ال. اذا هذا تكتب قانونه وهذا ايضا ايش تكتب؟ وتروح تبسط كل شيء ما عندك بعد، بس تبسيطات. راح احول عمليه القسمه المن الى ضرب، راح احول عمليه القسمه الى ضرب. الكسر الاول ينزل كما هو، واحد على جذر ال جذر سي، جذر ال سي كل واحد حطيته تحت الجذر. هسه اقول لكم ليش. هذا ايش تسوي له؟ تقلبه. راح هو ار على ال، شو يصير؟ ال على ار. انت بالرياضيات ما اخذها، لازم ابو الرياضيات ناطيات. باوع من عندك رقم والجذر مالته، شو تسوي؟ تحول الرقم الى جذر في جذر، حتى شو تسوي؟ حتى تختصر، مو شنو؟ لا، من عندك رقم والجذر مالته شو تسوي؟ تحول الرقم الى جذر في جذر، حتى شو تسوي؟ حتى تختصر. نفس الشيء من عندك رقم والجذر مالته شو تسوي؟ تحول الرقم الى شنو؟ جذر في جذر، حتى شو تسوي؟ حتى تختصر، صح لو لا؟ فنفس الشيء هنا انا ايش عندي؟ عندي الرقم وبعد والجذر مالته، ايش راح اسوي؟ راح احول هذا الرقم الى جذر في شنو؟ في جذر، حتى شو اسوي؟ حتى اختصر. شنو اللي بقى عندك فوق؟ واحد في جذر ال جذر ال، ار في جذر سي ار جذر سي، تمام؟ ويساوي لنا جماعه الجذور راح احط تحت جذر واحد، واحد على ار جذر ال على سي. شوف واحد بقى واحد على ار على صفحه، جذر ال على جذر سي سويت جذر واحد. هذا القانون اشتقيناه. إذن شنو اشتقاق هذا مالتنا؟ بس تكتب قانون هذا وقانون هذا، عملية القسمة حول ضرب، تطلع لك الناتج كل شيء ما عندك. واضحة أم واضحة؟ هذا بالنسبة للمن الأول، خمس اشتقاقات. يلا هسه وين راح نروح يا اشتقاق؟ اشتقاق السادس.
اشتقاق السادس يقول اشتق العلاقة لحساب التردد باعوا مرات لو يجيب هذا لو يجيب هذا ما يجيب اثنيناتهم بس هنا نفس الاشتقاق يقول لك اشتق العلاقة لحساب التردد الرنيني يعني الاف ار او شو يقول لك التردد الزاوي الرنيني يعني الاوميجا ار طبعا هذا التردد الزاوي الرنيني جاي 2016 الدور الاول للدور للنازحين تمام يلا بس هذا الاف ار وهذا من وين اوميجا ار زين هو ايش يريد بس انتبه لي هو ايش يريد يا تردد الرنيني او يا تردد زاوي رنيني خلينا نشتق بالبدايه تردد الزاوي الرنيني يا هو يريد من عندك تردد الزاوي الرنيني الحل واضح معطول الرنيني فلازم تجيب فشي خاصيه من خواص الرنين وتمشي عليها بالحل النقطه المضيئه مالتك لازم فخاصيه من خواص الرنين وتمشي عليها الحل كله زين يا خاصيه اللي بيها اوميجا من هي الاكس ال والاكس سي مو صح الاكس ال والاكس سي بالرنين يشبيهن مساويات اذا هاي النقطه المضيئه راح تمشي عليها الحل كله سواء هذا الاشتقاق او هذا الاشتقاق اذا تدري دي سي اوميجا اذا نكتب القانون مال اوميجا اوميجا ار وياي ال هذا واحد على اوميجا ار سي كتبت القانون مال اكس ال وكتبت القانون مال من مال اكس سي ايش راح اسوي هسه راح اسوي وسطين في شنو طرفين اوميجا ار في اوميجا ار اوميجا ار تربيع ال في سي ال سي يساوي واحد في واحد واحد انا اللي اريده من هو اوميجا ار يساوي لنا واحد على ال سي تخلص من الجذر تخلص من التربيع بجذر الطرفين راح يصير عندك اوميجا ار راحت جذر مالته جذر الواحد واحد جذر ال سي جذر ال سي هذا خلاص الاشتقاق بس تكتب قانون الاوميجا الاكس ال وقانون الاكس سي وسوى وسطين الطرفين واضح زين اذا تريد الاف باوع نفسه اذا تريد تكمل من هنا كيفك هذا من هو مو 2 باي اف صح الاوميجا مو قانونه 2 باي اف يساوي لنا واحد على جذر شنو ال سي انا اريد بس الاف الاف ار فهاي وين هاي صديقتها وين تنزل لي جوه فايش راح يصير اف ار يساوي لنا واحد على 2 باي جذر منو ال سي هذا انت ايش تقاف واحد شي يقول لا يقول زين انا هو قال لي مباشره نريد الاف ار يعني شلون اشتق هاي وبعدين الله اشتق هاي هو نفس الاشتقاق باو عندي بلي تريد من ناتب دي اكس ال يساوي لنا اكس سي تكتب قانون الاف قبل بكيفك واضح نكتب قانون الاف قبل هنا يعني 2 باي الاف في ال وهنا 2 باي الاف في السي وهم يساوي وسطا الطرفين وتعزل الاف واضح فبكيفك انت بعد مخير راحتك تمام اول والله واحد يسوي يقول انا طلع بالبدايه الاوميجا بعدين اكتب قانون الاوميجا قانون الاوميجا من هو 2 باي اف صح لو لا قانون الاوميجا هو 2 باي اف وياي ويطلع الاف اذا احنا هنا اذا منا لهنا اذا طلب من عندك من هو الاوميجا ار منا لهنا اذا طلب من عندك من هو الاف ار واضح الاشتقاق جدا سهل شغله واحده شنيه بس تساوي الاكس ال وي الاكس سي وتكتب قوانين كلها بس وسط الطرفين يطلع لك اشتقاق ايش ما عندك واضح ومبينه حتى النقطه المضيئه مبينه هو ما طول الرنيني وتريد اوميجا مو صح اذا نجيب خاصيه للرنين بها اوميجا من الخاصيه اللي بها اوميجا بالرنين الاكس ال تساوي الاكس سي واضح هذا الاشتقاق السادس اجي للاشتقاق السابع اشتق العلاقه اشتق العلاقه بين القدره الحقيقيه البي ريال والقدره الظاهريه البي ابلايد وعامل القدره كوساين الفاي قدره حقيقيه وقدره ظاهريه وعامل القدره باب
حتى اكون علاقه بين ذني الثلاثه وياي، شو احتاج؟ احتاج نقطه مضيئه بها كوساين، واحتاج نقطه مضيئه بها شنو؟ قدره. شو احتاج؟ نقطه مضيئه بها كوساين ونقطه مضيئه بها قدره. تمام، زين. اجي هسه للنقطه المضيئه اللي بيها منه كوساين. احنا اخذنا مخطط الفولتيه، مخطط الفولتيه فوق اكس ال في ال العفو، وجوه في سي، وهنا في ار، وهنا الفي توتال، مو صح؟ مو؟ وهنا الفوق ناقص الجوه. احنا ما اخذنا قوانينها، بس هسه هنا نحتاج قانون من عندها. اريد الكوساين مالتها. كوساين، كوساين شو يساوي لنا؟ كوساين الفا شو يساوي لنا؟ المجاور، المجاور على الوتر في ار على اليمن على في توتال. راح اسوي وسطين طرفين على مود نحط الكوساين ويا الفي توتال. ايش راح يصير؟ راح يصير الفي ار يساوي لنا في توتال في كوساين الفاي. هاي ضمها يمك العلاقه، هاي نقطه مضيئه رقم واحد، طلعت علاقه بها كوساين. ايش طلع العلاقه؟ بها كوساين. زين، هسه اجيب علاقه بها قدره. انت شو تريد؟ اريد قدره حقيقيه وقدره ظاهريه. انا ما عندي راح اكتب قانون مال من القدره الحقيقيه، واضح؟ البي ريال يساوي لنا اي في في. اي شنو؟ في في ذني، بس مال من؟ مال ار. واذا الاي ما تكتب يمه عادي ماكو اشكال، لان كله مساوي الاي، صح؟ زين، واحد يقول لي شلون مساوي؟ لان هنا المفروض يقولها، انا ما كاتبها. زين، في دائره متواليه الربط، واضح؟ متواليه يعني ربط توالي. زين، هسه شو تسوي؟ هاي النقطه المضيئه راح تبدي من عندها. ايش كم نقطه مضيئه عندي؟ اثنين. النقطه المضيئه الاولى طلعت من من هذا المخطط، طلعت كوساين، طلعت علاقه للكوساين على مود اوفر كوساين، وفرت كوساين. النقطه المضيئه الثانيه، النقطة المضيئة الثانية قانون للقدرة، لأن أنا تشتق العلاقة بين من؟ هسه أبدي أدمج بين النقطتين، يعني أعوض واحد وين؟ في اثنين، يعني بدال الـ VR إيش راح أكتب؟ V total cosine الفاي، تمام؟ بدال الـ V هاي B real يساوي لنا الـ I ينزل، بدال الـ VR، الـ VR إيش راح أكتب؟ V total cosine الفاي. هسه أسألك سؤال، هاي البي ريال، ركز وياي. هذا خلينا نقول اي توتال اي ار نفس الشيء مساويات ذني. باوع، هذا الاي توتال في توتال، هذا القانون مو مال بي ابلايد لو لا؟ في كوساين الفاي، هاي هي العلاقه. خلاص. بعيد. انتبه لي. أنا إيش عندي؟ عندي علاقة، لازم أولد علاقة بين من؟ بين القدرة وعامل القدرة. بين من؟ بين القدرة وعامل القدرة. فإيش راح أسوي؟ راح أجيب قانون للقدرة أو قانون العامل القدرة وأدمج بيناتهم وأعوضهم واحد بالثاني، تمام؟ فبالبداية راح أجيب من قانون العامل القدرة. عامل القدرة اللي هو كوساين الفاي حسب مخطط الفولتية هو المجاور، المجاور في آر على الوتر في توتر. يا هذا منين جبته؟ انا جبته من هنا من مخطط الفولتيه. هذا هو مخطط الفولتيه، هذا المجاور وهذا من هو الوتر، هذا الفي في ال وهذا الفي سي، والتيار ثابت. تيار ايش بيه؟ ثابت. زين، ركزوا وياي شويه. راح اسوي وسطين بطرفين على مود اقدر اعوض الفولتيه. راح اسوي وسطين الطرفين، راح يصير في ار يساوي لنا في توتال في كوساين الفاي. هاي النقطة مضيئة رقم واحد. تجي تجيب نقطة مضيئة رقم اثنين، هسه جبت انت نقطة مضيئة بها شنو؟ بها عامل قدرة. هسه لازم يجيب نقطة مضيئة بها شنو؟ بها قدرة، بها ريال.
يساوي لنا اي في في. اي في شنو؟ هذا ار وهذا ار وهذا كل المساويات. قلنا التيار ايش بيه؟ ثابت مساويات. زين البي ريال، البي ريال. هسه تعوض، هسه احنا جبنا نقطه مضيئه علما العامل للقدره ونقطه مضيئه علما للقدره، هسه عندنا نجيب بيناتهم. هاي خلينا نسميها نقطه مضيئه رقم واحد، وهاي خلينا نسميها نقطه مضيئه يا رقم اثنين. راح اقول له عوض واحد وين؟ في اثنين. عوض واحد في اثنين يعني شلون؟ يعني باوع، انت مو عندك هنا في ار، راح تقول لي اي، وعندك هنا في ار هم اي. اذا ايش راح اسوي؟ بدال الفي ار ايش راح اكتب؟ في توتال كوساين الفاي. اذا الاي في توتال كوساين الفاي، هذا الاي نزل، بدال الفي ار ايش كتبت؟ في توتال. خلصت الاشتقاق انتهى. هذا هو، بس تعوض النقطه المضيئه رقم واحد في النقطه المضيئه رقم اثنين، انتهى الاشتقاق. ايش ما عندك بعد؟ هذا البير ريال يساوي لنا هذا من وين بي ابلايد في كوسان الفاي. شوف خاف يقول لك بالوزاري، يقول لك اعطي العلاقه تربط بين عامل القدره، عامل القدره والقدره الحقيقيه والقدره الظاهريه. انت تعطي بس القانون، ما قال لك اشتق العلاقه، قال لك اعطي العلاقه. واضح؟ انت تعطي بس القانون. إذا أقول لك اشتق العلاقة، لا والله لازم تشتقها. نقطة مضيئة رقم واحد، نقطة مضيئة رقم اثنين، وتدمج بيناتهم. إحنا ذني الاشتقاقات كلهن سهلات، وقعدنا الاشتقاق الأخير شوية نحس. تمام؟ يلا نبدأ بالاشتقاق الأخير، الاشتقاق الثامن والأخير. يقول لك اشتق الآي، الآي سي. إحنا نعرف الآي سي، الاي سي باوع. اذكرك بالمتسع صرف، من اخذنا مقاومه صرف ومحل صرف ومتسع صرف بالبدايه. بالمتسع صرف نعرف احنا التيار يتقدم على اليمن على الفولتيه، صح؟ بزاويه قد 90، بزاويه 90. فعندك قانون للتيار، الاي سي يساوي لنا اي ماكس ساين اوميجا تي، وهنا في ماكس في سي يساوي في ماكس ساين اوميجا تي. من اللي جاي يتقدم؟ التيار. اذا التيار شنو زايده؟ زايده 90 درجه. هو ايش يقول لك؟ يقول لك يابا اشتق له هذا القانون، هذا مو تقول هذا ايش القانون، اشتقه. واضح؟ اشتق علاقه التيار لدائره التيار متناوب تحته ومتسع ذا سعه صرف. شو هذا الاشتقاق؟ نحس الراد له تركيزي شوي. لين ليش؟ لان تحتاج بالثالث، تحتاج بالخامس علمي، تحتاج بالسادس علمي. واضح؟ يعني تحتاج اساسيات. واضح؟ واحنا ما عندنا اساسيات، فلذلك شنو راد له تركيز على مدى طيب كل الاساسيات مالته. باوع، انت تحتاج ايش كم نقطه مضيئه؟ نقطتين. ايش كم نقطه مضيئه؟ نقطتين. وحده تجيبها باوع على مود تفتهمني، على مود نمشي، اي شيء ما تفتهمه قول لي اوقف عيد. واضح؟ قول لي عيد هاي النقطه ما فهمتها، على مود ما نمشي شغله وانت ما تفتهم شغله. يا راد الربط، ركز وياها شويه. ايش كم نقطه مضيئه احتاج؟ نقطتين. نقطه راح اجيبها من السادس، هاي لك الكتابه على مود تفهم، من السادس العلمي، ونقطة راح اجيبها من الثالث المتوسط. يعني قانون من السادس العلمي وقانون من زين. قانون من السادس العلمي اللي هو قانون فولتية في، او قانون الشحنة الكيو يساوي لنا سي في دلتا في. واضح؟ تكتب سي في دلتا في او سي في في بكيفك، ماكو مشكله. المهم هذا مال من؟ مال متسع. تمام؟ هاي منين جبتها اني؟ من الفصل الاول. متسعات الشحنه يساوي لنا سعه في فرق الجهد، صح لو لا؟ هاي منين جبتها اني؟ منين؟ من السادس. باوع، ايش راح اسوي قبل ما اسميها؟ باوع انتبه لي. الكيو يساوي لنا سي، الفي سي باوع انتبه لي، الفي سي هو من وين؟ في ماكس
ساين اوميجتي. الفولتيه مال المتسعة هي مني مو متسعه ولا لا؟ ها مو فولتيه مال المتسعه ولا لا؟ فايش راح اسوي بدل الفي سي؟ راح اكتب في ماكس ساين اوميجتي. هذا اللي جبته من السادس العلمي. هاي النقطة المضيئة الأولى، تمام؟ هاي شلون صارت؟ أنت مو عندك الشحنة تساوي لنا الساعة في فرق الجهد؟ الشحنة تساوي لنا شنو؟ الساعة في فرق الجهد. بدال فرق الجهد يعني كتبت المعادلة مالته. بدال فرق الجهد إيش كتبت؟ كتبت المعادلة مالته. اكتب المعادلة، معادلة الفولتية، معادلة منو؟ الفولتية. كتبت بدال ال في سي كتبت في ماكس ساين اوميجا تي. خلصنا؟ انتهينا؟ عرفت السادس علمي جبنا من عده؟ بس وين اروح؟ بس هذا منين؟ من السادس علمي، بس هذا القانون. زين؟ هاي نقطة مضيئة رقم واحد. زين، هسه وين اروح؟ للثالث متوسط. ثالث متوسط. عندك قانون شو يقول لك؟ يقول لك التيار ذيك الساعة كتبته لك. يقول لك التيار شو يساوي لنا؟ الشحنة على اليمن. على الزمن. واضح؟ التيار يساوي لنا الشحنه على الزمن باوع، او يعني معناها شنو؟ يعني معناها الشحنه تشتقها بالنسبه لمن؟ اقدر هيك اكتبها بهالصوره، الك اسهل، عادي تبقيها بهالصوره. واضح؟ او الك اسهل عم تفتهمها اكثر، تقدر هيك اكتبها بهالصوره، دلتا كيو يعني المشتقه بالنسبه للزمن. واضح؟ اما تكتبها على تي او تكتب دلتا، الدلتا معناها شنو بالفيزياء؟ مشتقة. هسه انت مو عندك، انت مو عندك بالرياضيات دي واي على دي اكس، صح؟ دي واي على دي تي مثلا، صح ولا لا؟ ها معناها شنو؟ معناها الدي معناها شنو؟ مشتقة. الدي معناها شنو؟ مشتقة بالنسبة لمن؟ للزمن، تمام؟ فهنا نفس الشيء، الشحنة مشتقة بالنسبة لمن؟ للزمن. او شو اقول لك؟ اقول لك بدال هاي، بدال ما اقول لك دلتا دي واي على دي تي، اقول لك دي دلتا واي. تقبل تعرفها شنو معناها؟ بالرياضيات اسمها دي، بالفيزياء المشتقة اسمها دلتا. واضح؟ سموها مشتقة أو فرق أو أي شيء. واضح؟ فأقدر أكتبها بهالصورة وأقدر أكتبها بهالصورة. يا هلا سر، أنا والله فضل لك هاي. هاي مشتق النقطة مضيئة رقم اثنين. إذن باوع من السادس علمي كتبت نقطة مضيئة نفصل الأول، من الثالث متوسط كتبت نقطة مضيئة. واضح؟ من الفصل الرابع بالثالث متوسط. هسه ايش راح اسوي؟ راح ابدي ادمج بيناتهم. انت مو عندك اي يساوي دلتا كيو؟ بس وياي. انت مو عندك اي يساوي دلتا كيو؟ مو عندك الكيو؟ اذا جيب الكيو عوضها هنا. واضح؟ عوض واحد في اثنين، عوض عوض منو؟ واحد وين؟ في اثنين. يساوي اي 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 رد لي علي، يساوي لنا دلتا شنو؟ سي في ماكس ساين اوميجا تي. ها هسه شلون تتخلص من الدلتا؟ حتى نتخلص من الدلتا راح اكتبها لك بالتفصيل عم تفتهمني. حتى نتخلص من الدلتا لازم نشتاق بالنسبه لمن؟ بالنسبه للزمن. طبيته بالتفاضل؟ تفاضل؟ خلصتوا؟ تعرفون يعني تشتقون؟ تعرف تشتق وياه؟ مشتقة الدوال الجبرية ومشتقة الدوال المثلثية، تعرف تشتق. يلا الآي يساوي هذا يا أنا اللي أريده، آي سي اللي أنا أريد أشتقه يساوي لنا باوع. شلون تتخلص من الدلتا؟ تشتق القوس. ها معناها دلتا قوس يعني مشتقة القوس، لازم تشتق القوس. شلون تشتق باوع؟ أنت تعرف من ريت تشتق؟ تشتق الدالة المثلثية واللي أذني قبل المعاملات. المعامل ايش بيه؟ ينزل. المعامل ايش بيه؟ سي في ماكس. المعامل ينزل. انت تشتق الساين، مشتق الساين، مشتق الساين كوساين، صح؟ مشتق الساين شنو؟ كوساين.
كوساين أوميجا تي. في مشتقة الزاوية إيش قد؟ أوميجا، صح؟ مشتقة الساين كوساين. في مشتقة الزاوية إيش قد؟ أوم. ها راح أجيب الأوميجا هنا، راح أطورها الكوساين. تجي تحطها منا، تجي تحطها منا بكيفك، بس عمود ما تخبط ويا الزاوية، حطيتها اللي ورا. بعدين ترتب بكيفك، ما عندي إشكال أنا وياك. المهم تشتق بالنسبة للزمن. من أقول لك باوع، اشتق لي 5 ساين 5 إكس. اشتقها. الخمسة تنزل. الخمسة شبيهة تنزل. مشتقة الساين كوساين 5 إكس. في مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية هي 5. واضح؟ لا تنسى مشتقة شنو؟ الزاوية. فنفس الشيء هنا أنا. المعامل ينزل، المعامل شبيه ينزل. مشتقة الساين كوساين. في مشتقة الزاوية، مشتقة الأوميجا تي أوميجا. هسه خطتنا شنية؟ هسه اشتقيتي تتخلصت من هاي مو صح؟ خطة الخطة مالتك الجاية شنية؟ لازم نوفر هذا القانون. اي سي يساوي لنا اي ماكس ساين أوميجا تي زائد باي على 2. هذا لازم نوفره. شلون راح نوفره؟ باوع. هسه اللي هذن قبل الكوساين، هذن اللي قبل الكوساين راح يوفر الاي ماكس. شلون؟ باوع. باوع انت بيلي. الاوميجا سي، الاوميجا سي اي سي تساوي، انا اريد اوميجا سي، يا قانون البي اوميجا سي ابو الاكس سي، صح لو لا؟ بي اوميجا سي. ركز وياها شويه. الاكس سي يساوي لنا 1 على اوميجا سي. انا ما اريد الاكس سي، انا شريد اوميجا سي. هاي تصعد وهاي تنزل، راح شو تصير؟ راح تصير الاوميجا سي تساوي لنا 1 على اكس سي، صح؟ يعني بدال الاوميجا سي ايش راح اكتب؟ 1 على اليمن على اكس سي. في شنو؟ في ماكس كوساين اوميجا تي. إذن الـ IC يساوي لنا VMAX على اليمن على XC في كوساين أوميجا، بس ضربت الـ VMAX في الواحد. زين الـ V على الـ VMAX على XC، هذا مو قانون أوم لو لا؟ مو إحنا عندنا مثلا الـ I يساوي لنا V على اليمن على XC، مو صح؟ أو على R، مو صح لو لا؟ او على اكس ال كيفك. زين اذا هذا ماكس معناه هذا من هو ماكس، صح لو لا؟ فانتبه لي، بدال الفي ماكس على اكس سي ايش راح اكتب؟ باوع. اذا هذا سي هذا سي، اذا هذا ماكس هذا ماكس، اذا هذا افكت هذا افكت، تمام؟ فبدال الفي ماكس على اكس سي ايش راح اكتب؟ اي ماكس، اي ماكس كوساين أوميجا تي. إذن بذني الثلاث خطوات وفرت من هو الآي ماكس. شلون؟ بدال الأوميجا سي كتبت واحد على إكس سي، حتى شو يصير؟ حتى يصير عندك في ماكس على إكس سي، حتى هذا قانون أوم حتى يطلع من عندي أنت يا. هسه هنا تمام؟ باوع أنت مهلي. الأوميجا سي كتبت واحد على إكس سي، يعني رجعت قانوني لأصله. سويت في ماكس على اكس سي، في ماكس على اكس سي هذا قانون اوم، شطيني تيار، وفرت التيار. هسه انا وفرت التيار، هسه عندي اي سي وعندي اي ماكس. ايش ناقصك بعد؟ ساين اوميجا تي زائد باي على 2. باوع شوف لي هاي شويه راح تنسطر بيها. اي سي تساوي لنا اي ماكس، بدال الكوساين ايش تكتب؟ ساين اوميجا تي زائد باي على 2. هذا انتهى الاشتقاق. هسه انتهى الاشتقاق، هسه لازم نفتهم شلون بدال الكوساين. هسه انا اكتبها لابو الوزاري وقبل، زين؟ اكو واحد يحفظها وقبل، تمام؟ بس انا اريد افهمها. شلون بدال الكوساين حطيت ساين اوميجا؟ انا ما حطيت بس ساين، حطيت ساين الزاوية زائد 90. باوع عندك
الخامس العلمي رياضيات. عندك في شيء اسمه الزوايا المتكاملة أو المتممة. والمتممة الزوايا المتكاملة والمتممة. أنا بالنسبة لي أصح لي التأويل. شو أصح لي؟ التأويل. باوع شنو هاي الزوايا المتكاملة؟ هاي إذا أعتقد أنت ما ماخذها بالخامس علمي، يعني فملحك تأخذها جماعة كورونا، تمام؟ ما لحقتوا تاخذوها بالخامس علمي، لذلك انا راح هسه افهمك عليها هيك بصوره بسيطه. باوع يعني بدون شرح وما شنو، بس بصوره بسيطه. باوع عندك انت ساين الزاويه او كوساين الزاويه، تقدر الساين تحولها لمن؟ الى كوساين. وتقدر الكوساين تحولها لمن؟ الى ساين. شلون تقدر الساين تحوله لمن؟ الى كوساين. وتقدر الكوساين تحوله لمن؟ الى ساين. واضح؟ الساين تحوله كوساين والكوساين تحوله شلون؟ زيدها باي على 2. زيد الزاويه ايش قد؟ باي على 2. اذا تقدر تحول الساين الى كوساين بس زيد باي على 2. تقدر تحول الكوساين الى ساين بس زيد باي على هاي. وين تصير بيا زوايا؟ تصير بس بزاويتين، زاويه منو؟ 90 وزاويه 270. زاويه منو؟ 90 وبعد 270. احنا ما طول بدنا نشتغل هنا بربع الاول، اذا اخذت يا زاويه يعني 90. زين اذا بالثاني ايضا تاخذ يا زاويه، طبعا هنا اذا هنا بربع الاول تزيد، اذا بربع الثاني تنقص، تمام؟ هنا اذا بربع الثالث والرابع تشتغل ويا الزاويه من 270. ما اريد اعقد عليك على مود تفتهمها بصوره بسيطه، يعني على مود بس المنهج مالتك واضح. ساين تقدر تحوله كوسين زايده 90، كوسين تقدر تحوله ساين شو زايده 90، لان جاي يتقدم. واضح؟ فهنا الكوسين حولته لمن؟ الى ساين زايد تشقد 90. واضح؟ كم واضح؟ هذا الاشتقاق خلاص مالتنا. اذا اعيد صوره سريعه المره الاخيره على متفهمه. لو اعيدها كلها مساحه واعيده ما اعيد، تمام؟ زين بعض من السادس علمي جبت هذا القانون او الكيو. واضح؟ بدال الفي اعطيت المعادله مال الفي، هذا النقطه المضيئه مال السادس علمي. نجي للثالث متوسط جبت هذا القانون مال التيار، سويت عوضت واحد وين في 2 عوضنا. ده يقول لك دلتا قوس، يعني اشتق القوس. تشتق بالنسبه لمن؟ قلنا بالنسبه لمن؟ للزمن، تمام؟ المعامل ينزل. انت تشتق الداله المثلثيه، مشتق الساين في مشتقة الزاوية. هسه لهنا انت اشتقيت بالنسبة للزمن، هسه راح تبدي توفر القانون مالتك. مصيبتك وين؟ بالاي ماكس. بدال الاوميجا سي شفته تعوض واحد على اكس سي، عمود يصير عندك قانون اوم، عمود يصير عندك الاي. سهلة؟ زين. بدال الكوساين حط ساين، تحول الكوساين الى من؟ الى ساين بس زيد ايش قد؟ لا 90 درجة. لهنا انتهت الاشتقاقات مال الفصل الثالث. اكو سؤال؟